قراءة في أهم إصدارات صحف أوروبا الشرقية. في بولونيا كتبت صحيفة بوليتيسي أن البلاد مجبرة عاجلا أو آجلا على فتح حدودها مع الدول التي يجمعها وإياها الاتحاد الأوروبي، سواء لدواعي سياسية محضة تعكس معنى الاتحاد أو لدواعي اقتصادية واضحة للعيان، خاصة وأن بولونيا كباقي دول المعمور تأثرت كثيرا بثقل الجائحة. في روسيا أوردت صحيفة كوميرسان تصريحات رئيس غرفة المحاسبة الروسي، أكد فيها أن تدابير دعم الحكومة للشركات الصغرى والمتوسطة كان يجب أن تكون أكثر مرونة وأن تمتد لتشمل مجموعة أكبر من الشركات وأن تكون مساعدة المواطنين أكثر استهدافا وفعالية. على يومية حرية التركية، البلاد تنتقد القسم المتعلق بها في تقرير الحرية الدينية الدولية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أنه بعيد عن الموضوعية ويتضمن مزاعم لا أساس لها. المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أكد وفق اليومية أن التقرير يحتوي مجددا على مزاعم لا مصادر لها وادعاءات بعيدة عن الموضوعية. يومية ديرشتاندر النمساوية أبرزت أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية فيديو إبيتزا يمكنها الحصول مباشرة على شريط الفيديو دون انتظار قرار مكتب الشرطة الجنائية. اليومية نقلت تأكيد رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التحقيق في القضية أنه تلقى رسالة من الادعاء العام حول إمكانية نقل النسخة الأولى من الفيديو دون تعديلات. في اليونان استعرضت صحيفة توفيما التعاون اليوناني المصري والاتفاق الذي وقعته اليونان وإيطاليا الثلاثاء الماضي لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. الصحيفة سجلت أن الاتفاق مع إيطاليا الذي يعد ثمرة توافق ثنائي يشكل نقطة انطلاق لخطوات مماثلة جديدة على رقعة الشطرنج الدبلوماسية، مضيفة أن هدف اليونان التالي يجب أن يكون تحقيق اتفاق ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر، وهذه ليست بالمهمة السهلة.